في البداية بنرحب بالأستاذ محمد وبنهنئكم بفوز إسلام ويب بالجائزة الأولى للمحتوى الإلكتروني في المحتوى الخليجي الأول الحكومة الإلكترونية. أهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا على استضافتكم لنا. في البداية عاوزين يا ريت تدينا نبذة صغيرة عن فكرة إنشاء أو عن إنشاء الموقع وعن أقسامه. بالنسبة لموقع إسلام ويب، يعتبر إسلام ويب بوابة إلكترونية، هو موقع علمي ودعوي وتربوي وأخباري، يهدف إلى التواصل مع الآخرين في شتى المجالات وفي شتى أنواع العلوم والفنون وفنون المعرفة. طبعا بالإضافة إلى هذا، فإنه يهدف إلى مساعدة المسلمين والراغبين إلى التعرف على الإسلام، إلى تحقيق السعادة عن طريق تطبيق التعاليم طريق تطبيق التعاليم الإسلامية، ونحن نقوم بهذا الأمر بتقديم خدمات ومحتويات دعوية واجتماعية وثقافية وعلمية باستخدام أساليب إدارية وتقنية متطورة وكوادر متميزة من خلال نخبة من المختصين في المجالات الشرعية واللغوية والتقنية والأدبية. طبعا البداية كانت لإسلام ويب، بدأت بصفحات بسيطة بركن الفتوى والمكتبة، فبدأت نواة إسلام ويب وكانت سابقا تسمى بالشبكة الإسلامية، كان بدأتها عام 1998، وكانت طبعا ولا زالت بتأسيس من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. طبعا الموقع يقدم 8 خدمات رئيسية بـ5 لغات، اللي هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية. الخدمات هذه هي الفتوى والاستشارات والمقالات والصوتيات والمكتبة الإسلامية وخدمات الرسائل القصيرة والتهاني والأخبار وموقع الأطفال بنين وبنات. طبعا الموقع إسلام ويب احتل الترتيب الأول من بين المواقع الدينية والروحية على مدى السنوات الماضية، بلغ عدد الزوار تقريبا يوميا إلى 1 مليون زائر أو 1 مليون زيارة يوميا كانت تأتينا، والموقع يحتوي على تقريبا 2 إلى 3 ملايين أو 1.5 مليون إلى 3 ملايين صفحة إلكترونية، إضافة إلى تقريبا 120 ألف ملف صوتي موجود على الموقع، ومئات الساعات من أفلام الكرتونية التعليمية للأطفال. من فترة إنشاء أو بداية إنشائنا في إنشاء الموقع من 1998، والموقع يتم يوميا زيادة محتواه بطريقة كبيرة، تجد فيها يوميا الاستشارات، أسئلة استشارات يوميا، الفتاوى يوميا، تنزيل أو تحميل مواد صوتية سواء مختلفة، سواء كانت قراءات أو تلاوات للقرآن بأصوات المشايخ، سواء كانت محاضرات شرعية، سواء كانت أناشيد، كل هذه موجودة على المحور الصوتيات. بالنسبة للاستشارات، احنا عندنا يوميا تقريبا في 50 استشارة يتم الإجابة عليها من قبل المستشارين والفنيين اللي التابعين لنا. بالنسبة للفتاوى، تقريبا 200 فتوى يتم الإجابة عليها يوميا اللي تأتينا من قبل الجمهور، وحتى يأتينا أكثر من هذا العدد ولا نستطيع، يعني بسبب الكادر، يعني بسبب كثرة الأسئلة وبسبب الكادر المتوفر لدينا، فقد نرد بعض الإخوان أو نغلق باب استقبال الفتاوى. أيضا نفس الشيء الاستشارات قد نغلقها في بعض الأحيان لصعوبة أو لعدم وجود الوقت الكافي بالنسبة للمستشارين، هم يجابوا على جميع الأسئلة. أيضا عندنا المكتبة أو الموسوعات الحديث اللي سيتم تدشينها إن شاء الله قريب، فيها تقريبا ما يقارب 1 مليون صفحة إلكترونية، فيها 1400 حديث تقريبا أو 1400 كتاب، محتوى ضخم طبعا كبير بلا شك. تم تدشين الإلكترونية وتم تدشينها بطريقة رسمية إعلامية إن شاء الله قريب. ماذا عن تركيبة فريق العمل؟ هل الجميع يعمل في قطر أم لكم في مختلف البلاد فرق عمل مختلفة؟ وكيف يتم التواصل بينكم؟ احنا بالنسبة لفريق العمل هنا في قطر، فريق العمل تقريبا يحتوي على 160 فرد من الأفراد، يعني من المتخصصين في جميع المجالات، سواء الفنية اللي هي الدعم الفني اللي هو تطبيقات الإنترنت وعلومه وكذا، أيضا مسألة الكوادر الأخرى أيضا موجودة كمترجمين كشرعيين كاستشاريين كأخصائيين موجودين أيضا معنا.
عندنا أيضا في مكتب في مصر، مكتب خارجي فيه تقريبا 60 موظف، يعملون أيضا في مجال الترجمة، في مجال الأبحاث، في مجال والتواصل طبعا يكون عن طريق الإنترنت بيننا وبينهم. يوفر الموقع قسم للاستشارات، كيف يتم التواصل مع الجمهور والرد على استشاراتهم؟ هل من خلال الشات، من خلال الإيميل؟ بالنسبة لموقع الاستشارات، هو موقع طبعا كبير وموقع اجتماعي ضخم، يعني أعتقد هو ما هو وخدمة الفتاوى هي اللي تستهوي أكثر الجمهور المستهدف، وهو يعني أكثر الناس اللي يستخدمون الموقع أو يزورون موقع إسلام ويب يدخلون على موقع الاستشارات ومواقع الفتاوى. طبعا موقع الاستشارات طريقة التعامل فيها تكون بالإيميلات بداية، يعني عندنا الزائر للموقع يرسل رسالته أو يرسل سؤالها على الموقع ويترك إيميله، وإحنا بالتالي نتعاون مع المستشار أو مع من سيجيب على هذه الأسئلة، نرسل الاستفسار أو نرسل السؤال للمستشار ويقوم بدوره بالإجابة عليه، ومن ثم بإرساله أو بالتواصل مع الشخص نفسه عن طريق الإيميل. ليظهر هذا المحتوى بالشكل الجيد على الموقع، هل هناك سياسة تحريرية متبعة عندكم؟ تحدثنا عن ذلك. بالنسبة للاستشارات والفتاوى خاصة، احنا عندنا طبعا عندنا طاقم من المطابقين أو من المراجعين للفتوى أو الاستشارة. أول شيء يأتي السؤال من المستفسر أو من المستفتي، يمر على المطابقة أو المراجعة، ومن ثم بعد أن يقوم المراجع والمطابق بالبحث عن أجوبة تناسب نفس هذا السؤال موجودة من قبل أو لا، إذا وجده فيرسل نفس الإجابة أو الاستفسار للأخ للزائر أو المستفتي في الموضوع أو السائل أو المستفسر. فإذا لم يجد المطابق أو المراجع هذه الإجابة للسؤال يرسله للمستشار، ومن ثم يقوم المستشار بالإجابة ويتم إرسال الإجابة إلى صاحب السؤال. بالنسبة للخدمات الأخرى، فطبعا عندنا مسألة يعني لكل خدمة عندنا أفراد يقوم بجمعها وترتيبها وإعدادها، وبالنهاية تمر على مدققين سواء لغويين أو فنيين أو مختصين بهالخدمات، يقوم بالتالي بتحريرها وتنقيتها وتصحيحها لغويا ونحويا، ومن ثم يتم وضعها على الموقع. تقريبا كم يبلغ عدد الفريق الخاص بعملية القائم على عملية التحرير، يعني عملية التدقيق للأخبار؟ التدقيق يمكن يصل إلى 40 إلى 50 شخص موجودين يقوموا بالتدقيق على الأخبار. من وجهة نظركم، كيف يمكن لأصحاب الموقع أن يطوروا من طريقة عرض محتواهم بحيث يصبح أكثر جاذبية وتشويقا للجمهور؟ بالنسبة لموقعنا كموقع إسلام ويب، موقع الحمد لله هو موقع متميز له عدد كبير من الزوار. أعتقد أن سبب تميزنا هذا هو طريقة عرض المحتويات في الموقع، من ناحية الألوان المختارة للتصميم، من ناحية ترتيب الخدمات طبعا على حسب أولويتها وحسب حاجة الجمهور لها. أعتقد لابد من ومن أهم الأمور اللي تميز الموقع وتميز المحتوى هو وجود المصداقية في المحتوى نفسه، وجود الدقة ومعرفة ما يحتاجه الزائر أو الجمهور من معلومات حتى يتم توفيرها للفئة هذه، ما تكون يعني مجرد معلومات أو مجرد عشوائيات يتم وضعها في الموقع لملء فراغ فقط يعني. كيف يتم معرفة احتياجات الجمهور؟ هل عن طريق دراسات بتقوموا بها مع المستخدم؟ احنا عندنا اول شيء دراسات طبعا نقوم بها قبل ادراج اي خدمه جديده. عندنا ايضا مساله التواصل مع الجمهور، احنا عندنا كم هائل الحمد لله من ماذا يقول الجمهور عن اسلام ويب، او ماذا يقول المتعامل مع اسلام ويب، او ماذا يقول الزائر عن اسلام ويب. بيتم من خلال دراسات ميدانيه ام من خلال التواصل على الشات؟ التواصل عن طريق الموقع نفسه، عندنا يعني صفحه خاصه او ايميل خاص يعني
بإبداء الرأي من قبل الزائر أو من قبل الجمهور، يعني نستقبل مقترحاتهم، نستقبل اعتراضاتهم، نستقبل انتقاداتهم حتى، ومن خلال هذه الأمور. وأيضا عندنا الاس ام اس، ممكن نتواصل مع الإخوان أو المشتركين، الجمهور المشترك معنا، هل لديه فكرة، هل يعترض على خدمة، هل لديه انتقاد على أي عمل يتم تقديمه في الموقع. فكل هذا، وبناء على كل هذا نعمل دراساتنا الخاصة بنا لتحديد هل المحتوى أو هل هذه الخدمة جيدة، أو هل هي تناسب جهة معينة أو لا. سبق وأن حصلتم في عام 2007 على جائزة القمة العالمية لأفضل منتج ترفيه إلكتروني على الركن الأطفال بنين وبنات، فلهل تدينا معلومات أكثر عن الموضوع الركن الخاص بنين وبنات؟ بالنسبة لبنين وبنات، بداية هو كانت يعني بدأ أول ما بدأ كانت صفحات بسيطة مكتوبة بتكست، يعني ليست كما هي الآن صور وأفلام، فكانت مجرد معلومات موجودة على الموقع تحكي عن واقع الصحابة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن قصص الأنبياء. ومن ثم جاءت فكرة يعني تغيير هذه النصوص إلى صور متحركة، صور ترفيهية. طبعا الطريقة الجديدة الانترتينمنت هي طريقة العرض الترفيهي التعليمي في نفس الوقت، فهذه يعني حفزتنا ان احنا نغير الاسلوب التقديم المحور بنين وبنات، على اساس انه يكون عبارة عن صور وعن اشياء تجذب الاطفال وتستحثهم وترغبهم في الجلوس ومشاهدة هذه المادة، اللي هي في نفس الوقت مرحة وايضا تقدم خدمة تعليمية او تقدم محتوى تعليمي ترتقي بهذه الاطفال و تثقفهم، سواء من ناحية إسلامية، من ناحية طبية، من ناحية ثقافية، من ناحية تعليمية، تجد لها كل هذه المحاور موجودة بالنسبة للأطفال، يستفيدوا منها إن شاء الله بإذن الله. أي فئة عمرية أو شريحة عمرية بيستهدفها موقع بين وبنات؟ الحمد لله موقع بنين وبنات يستهدف تقريبا بين 3 سنوات إلى 15 سنة، وكل فئة يعني وكل عمر له ما يناسبه في موقع بنين وبنات. فالأطفال يجدون الألعاب المرحة، الألعاب التعليمية التثقيفية للأطفال الصغار من 3 سنوات إلى 6 سنوات، تجد نفس المحتوى تقريبا يكون لها الفئة. أيضا الأكبر منهم سنا يجدون أشياء تخص يعني تفكيرهم أو عقليتهم، تهتم بتنمية قدراتهم سواء العقلية سواء الفكرية، إضافة بعض المعلومات العامة المعلومات الطبية، إلى أن يصل إلى 15 سنة. فيجد أن المحتوى يعني يتماشى بكل الأعمار، سواء من 3 سنوات إلى 15 سنة، يعطيهم كل ما يحتاجه، كل فئة ما تحتاجه تجدها في بنين وبنات إن شاء الله. قد إيه فريق العمل القائم على المشروع بتاع بنو بنات؟ مشروع البنين وبنات يعني ككادر يقوم بمراجعة المحتوى وتقديمه بطريقة فنية وجيدة، يمكن يقارب ال20 فرد أو 30 فرد يقومون على إعداده وتقديمه. يعني كيف يتم الترويج لموقع إسلام ويب؟ وما الذي أضافه لكم انطلاقكم على الشبكات الاجتماعية الإلكترونية؟ بالنسبة لإسلام ويب كترويج إعلامي، احنا عندنا خطط إعلامية، منها على قناة الجزيرة نبث بعض الإعلانات، على أيضا في بالتعاون مع شركة كيو ميديا أو شركة قطر للإعلان، أيضا نتعاون معهم الإعلانات الخارجية اللي هي الأوت دور. أيضا بالنسبة نتعاون مع تلفزيون قطر ونتعاون مع الإذاعات، كل هذه نتعاون معها. وأيضا عندنا الخط الآخر اللي هو خط الإنترنت نفسه، عندنا مواقع، عندنا إعلانات مع الفيسبوك، عندنا مع الإم إس إن، عندنا مع جوجل، وخاصة إذا كان عندنا بعض المعارض في بعض الدول، مثلا في مصر كان عندنا إعلانات نزلناها على بعض المواقع المصرية المشهورة، وأيضا عندنا قريب في معرض المغرب سنقوم بالتعاون مع عدد من المواقع المغربية المشهورة لإنزال بعض الإعلانات. فترويجنا للإسلام ويب بناء على خطة مدروسة، كل فترة معينة يتم فيها إعداد بعض الإعلانات، سواء إعلانات حتى الورقية اللي توزع مع الجرائد، أو حتى إعلانات في الجرائد الرسمية والصحف الرسمية في قطر، أيضا يتم التعاون معها لترويج الشبكة أو الإسلام ويب.
من وجهة نظركم ايه اكتر وسيله هي عملت ترويج الاسلام؟ هل هي المواقع الالكترونيه؟ هل هي الاوت دورز ادز ولا التلفزيون؟ ايه افضل وسيله كانت عملت ترويج؟ من وجهة نظرنا يعني بسبب وضعيه او نوعيه الخدمات اللي تقدمها اسلام ويب، اعتقد ان اكثر شيء هو يمكن الاعلانات على المواقع الالكترونيه، يمكن هي يعني هي تجد فيها سهوله في التواصل او في توصيل المحتوى الاعلاني، وايضا وبطريقه اكبر واوسع واشمل من الاعلانات الداخليه سواء على الجزيره او على الاوت دورز. طبعا هو الاوت دورز والجزيره لها فئات معينه تستهدفها طبعا بلا شك ولها فائده، لكن تختلف كل شريحه طبعا لها اعلاناتها الخاصه بها. ماذا عن عليه تمويل الموقع؟ بالنسبه لتمويل الموقع، هو تقوم عليها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه منذ بدأت الإسلام ويب في دخول الإنترنت أو التعامل في الإنترنت أو نزول الموقع في الإنترنت، وبدأت فيه بدعمها أو تمويلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع الإدارة العامة للأوقاف، هم القائمين والداعمين لموقع إسلام ويب. هل بتسهم إعلاناتكم على الموقع بأي أموال في التمويل؟ احنا الى الان ما طرحنا مساله التمويل عن طريق الاعلانات على الموقع، لانه هذه خطه يمكن تكون مستقبليه، لكن الى الان الجهه الداعمه فقط هي وزاره الاوقاف والاداره العامه للاوقاف. التمويل من جهه الاوقاف هل هو تمويل مستدام دائم؟ نعم، دائم وميزانيه تخصص له كل سنه، وحتى قد تزيد عن الميزانيه المخصصه، ويقومون في اداره الاوقاف الاداره العامه للاوقاف بزياده هذا الدعم. كونكم موقع متعدد اللغات، ما هي التحديات التي تواجهكم؟ الكادر البشري يمكن هو أهم التحديات التي تواجه إسلام ويب، لأنه يصعب أنك تجد شخص يعني يكون ملم باللغة العربية وملم باللغة الأخرى التي تحتاج إلى ترجمة، وأيضا تجد أنه قلة يعني هذا الشخص إن وجد فأيضا تحتاج أن يكون ملم على الأقل بالجانب الشرعي حتى يستطيع يعني أنه يترجم أو ينقل المعلومة بطريقة صحيحة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. فهذه يمكن من أكبر التحديات اللي تواجهنا، ويمكن يكون فيها يعني تسبب بعض التأخير في خطط التطوير لدينا، لكن إن شاء الله نتغلب. سؤال أخير، كيف توجه إسلام ويب للأطفال وكيف يقدم لهم محتوى يناسبهم؟ إسلام ويب يعني بالنسبة للأطفال يعني تكلمنا سابقا أنه يتم تقديم المحتوى على أساس ترفيهي تعليمي تثقيفي، حتى يكون أمر ما يمل منه الأطفال ويكون شيء يعني يجذبهم للموقع، وبنفس الوقت شيء ينمي ثقافتهم خاصة الثقافة الإسلامية. أنتم موقع بيمتاز بوجود كثير من العروض، الصور، الفيديو، مختلف الأشكال. هل بتواجه أي مشكلة من حيث ثقة للموقع، أن الإنسان لما يخش عليه يلاقي الموقع تقيل في التحميل في التنزيل؟ يعني كثرة المحتوى أو وجود بنرات أو وجود فلاشات على الموقع أو صور أو غيره، الحمد لله ما تأثر على الموقع، هذا بشهادة الجميع، وحتى يعني لم نجد أي شكوى مسألة تأخر في تنزيل أو تحميل أو عمل، حتى بالعكس احنا يمكن الفترة القادمة يمكن نعمل حتى مسألة أبلودينج من قبل الجمهور، حتى يكون في تعاون بيننا أو يعني دخول في مشاركة المجتمع الإلكتروني للإسلام في وضع بعض المحتويات. نشكركم ومزيدا إن شاء الله من التوفيق والنجاح. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.